خفتش عليها دخلتها هنا. شاب الله يبارك فلوقي شويه بس كنا نبقى نجري ما نهدرش ما نقدرش نهدر ما شو الله يبارك طريق شاب ما تغلط تخلص تغلط بشيتي شيتي واحد 150 متر لتحت هذا الحجره الاولى اللي ضرب فيها واحد 150 متر الحجرة الأولى اللي ضربت فيها واحد 150 يا مهيلة مو هذي طريق تدي وتجيب دونك ما نقدرش نجري باسكو نجري خرج فيا في الفيراج كاش طوموبيل ما يعرفش يصوب جاي كاع الطريق ليك شغل دايها بلي تدي برك هادشي صار هنا اتفاهم كيفاه باغي نباليها بصح ما باليتها شوية تحتها ما يمشي حاجة هذه طريقة بولية مرة يشعل هي كيما راني نشوف طريقة لتحت الله يا خاوتي اللي هبط منه الله يرحمه ديرك ما تشوفش موراك في الفيراج يا حبيبي جو ما تشوف موراك في الفيراج ما تشوفش موراك في الفيراج دون دول الشيرقان اوكي هنا تخاف تخرج لك كاش تويوتا كيما هذه ها ميتسوبيشي ليش هذا كي قاع الطريق الله يبارك ها في لاقا زوج شوف يكونوا يمشيو في لاقا هكا نو بروبليم فاهم ها مالغيري مول فول وما بغاش كاع يتبد من هنا بصح شغل شوية فيخرج فيك واحد ما على بالوش كاع حسب لو تدي برك ولا تجيب برك سي شوية واعرة قدام النملك يا اخو اه شبك يا ديدوش اه قعد فيا راك تمشي لي 20 يا اخو اه شبك يا الاكسل طلع شوية يا ديدوس غير شوية برا قدامنا مليك اه شبك طريق الله يبارك يا اخو اه شبك يا ديدوس خوفني هذا مول الاكسنت وقيلا ندوب ليه تاع
Tikjda or Dantar. هذا الرد بارد هذا الرد بارد فاهم في نسبة شوية نحجر في الفيراج هذه هي العيانة كاع ولي موطار تعزلوا ثاني أي حاجة تجرود يديرون شوية طوموبيلات مي ماشي كيما الموطار وكاع اوه لازم نركب كاع واش كاين هنايا مي انا درتها فرواز ديالي المفروض تاعي هذيك هذا الصاكا تاع شوف بنادم اللي جا خرجني من خطريك بنادم برك ماشي طوموبيل ولا موطور شوف ظهر هنا شابة انا عجبوني الشجر هذا والله بارد تاع الثلج ديرك صراحة قالك في الاسكا شجر الله يبارك راك تشوف الناس اون فامي قدام النمل هيك مقاري هنايا عادي وصفة شابة وعاملين موطار اوه راح وكاع ولد وين راهم صحابنا لي موطار اي راهم في الظليل هاي وكاع جينا معاهم رقد يا خويا رقد اي راني داير هطرون بزاف هو هذه طيب يو شجره اي كاس كبير يا بابا قريب توشيدا زوج راه مروطار بزاف
لك عاجبني. اي اي اي